ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من لندن السياسي العراقي السيد أمير المفرجي. مرحبا بك سيد أمير. إذن بعد وصول الجدل السياسي بشأن نتائج الانتخابات إلى قرار نهائي من المحكمة بإعادة الفرز والعد، هل تعتقد أن شيئا سيتغير في نتائجها؟ مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أنا أعتقد أن العملية الانتخابية التي جرت في العراق قد أثبتت فشلها بسبب عاملين مهمين، ألا وهو التزوير ومن ثم إتلاف الصناديق الانتخابية بعد حقها. إذن نحن أمام حالة انكشفت أمرها أمام الشعب العراقي، وهي أن العملية السياسية هي عملية تزوير وعملية لا تخص الشعب العراقي بس ولكن تخص النقاب السياسية التي جاءت بعد 2003 وما يقف خلفها من دول مؤثرة على مستقبل العراق، وأقصد بها بالضبط إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن أنا في اعتقادي الشخصي عندما عمل التزوير وتحت ظل الدولة ووجود مؤسسات دولة سوف لا يعني ليس لنا أمل أن يكون هناك شفافية في حالة العد والفرز الذي يعتمدون عليه في الوقت الحاضر، لأن ما حدث في الأمس سوف يحدث في المستقبل، لأنه ليس هناك رقابة. المحكمة الاتحادية أنا في نظري بعلاقاتها الشخصية مع السيد نوري المالكي ومع إيران سوف قد تزيد من الطين بلة وتذهب إلى احتقان جديد بين يعني التيارات التي فازت في الانتخابات، وخصوصا أقصد في هذا القول السيد مقتدى الصدر. هل تعتقد أن اللجنة سيد أمير التي ستشرف على العد والفرز يمكن أن تكون نزيهة بالقدر الكافي مع ترجيح اللجنة القانونية النيابية تمديد عمر البرلمان للإشراف عليه؟ شيء طبيعي. لا، الخطوة الأولى هي الآن، هي نحن الآن أمام حالة من الانتظار، وهذه حالة الانتظار يعني قد رسمت لها من قبل دول خارجية يعني إيجاد حل لمستقبل العراق، لأن كل العراقيين يعرفون بأن العراق هو يعني بلد مسيطر من قبل قوتين رئيسيتين هي إيران والولايات المتحدة، فهناك مشاكل بين إيران والولايات المتحدة قد ألقت في ظلالها في العراق. وأنا في نظري ما سيحدث بين إيران والولايات المتحدة سيكون نتائجه في العراق، أما بوجود إيراني مكثف إذا يعني لم تحصل موافقة بين إيران والولايات المتحدة على الملف النووي، أو إذا استطاعت إيران أن تتوافق مع الولايات المتحدة وأن تترك العراق، سوف يكون هناك أنا في نظري مستقبل آخر للعراق عن طريق حكومة تكنوقراط يستطيع من خلال السيد العبادي أن يبقى لمدة من الزمن لانتظار حالة جديدة. أما بالعكس فأن إيران أنا في نظري وراء ما يحدث الآن، وراء هذه الأزمة التي قد تضرب السيد مقتدى الصدر فقط لأن السيد هادي العامري في الخفاء هو مع السيد نوري المالكي من أجل يعني قيام جبهة واحدة بغض النظر عن أقواله التي كان يعني قد قالها في الصحافة بأنه ضد هذه العملية عملية الفرز، ولكن أنا في نظري الشخصي هو مع السيد نوري المالكي إعادة ترتيب الأمور لصالح إيران. إذن الآن مع هذا الجدل السياسي بشأن نتائج الانتخابات، إلى أي مدى سيؤثر سلاح وقوة وسطوة الميليشيات في إمكانية تغيير النتائج؟ النتائج قد ظهرت الآن، هناك نوع من الاحتقان قد طغى على السطح، المشهد السياسي العراقي يشهد هنا وهناك بعض الخروقات الأمنية، ما حدث في شارع فلسطين في بغداد الأسبوع، ما يحدث في مناطق الفرات الأوسط والجنوب العراقي تثبت على أن هناك نوع من حالة الاحتقان قد تظهر فجأة إلى المشهد السياسي العراقي، وقد تكون يعني قوتها شديدة قد تؤثر على الأمن الداخلي. وما قالها السيد الصدر في شؤون الأمن في البرلمان العراقي عندما اتهم بعض الجهات باستغلال الفراغ السياسي يعني لحدوث ازمه امنيه في العراق هو دليل على ما ان هناك سوف شيئا قد يحدث
في حالة عدم وجود اتفاق بين الأحزاب المتناحرة على السلطة وثروات العراق. أخيرا، كيف تقرأ تصريح الهادي العامري الذي حمل مسؤولية الخروق التي حدثت في الانتخابات للعبادي والمفوضية؟ وهذا يثبت بأن السيد هادي العامري يعني لا يتفق إطلاقا مع السيد حيدر العبادي، لأن السيد هادي العامري يطمح في أن يكون رئيس وزراء جديد للعراق بمساعدة وبمساهمة إيران في 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 وجودها في العراق. هذا يثبت أن السيد العامري هو في اختلاف مع السيد حيدر العبادي، وهناك صراع قوي على السلطة، تستعمل الدول المجاورة للعراق نفوذها من أجل تثبيت يعني ما يمثلها في العراق. أنا في نظري أنه السيد هادي العامري سوف يقف ضد السيد الصدر في النهاية، وضد السيد حيدر العبادي عندما تظهر نتائج جديدة للانتخابات بعد عملية العجز التي ينتظرها الكثيرون من أصدقائنا في العراق. شكرا جزيلا لك، عبر اسكاب من لندن، سياسي العراقي أمير المفرجي.